الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله تعالى ورضوانه على الصحب الكرام المنتجبين السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله تعالى أيامكم بكل خير وبارك لكم هذا العيد ولحجاج بيت الله الحرام نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم الحج ويجعله مبرورا وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين نسأل الله تعالى أن يعيد هذا العيد وعيد شهر رمضان علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وحسن العاقبة حلقة جديدة من برنامج أفلا يتدبرون القرآن نطل بها عليكم من قناة كربلاء الفضائية وتحت عنوان مواعظ وحكم القسم الثالث ولا يزال حديثنا عن آيات سورة الإسراء نبدأ في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى بالآية الرابعة والثلاثين أو الرابعة نعم الرابعة والثلاثين من سورة الإسراء <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس <applause> وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس مستقيم ذلك خير واحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك رب حبك من الحكمه ولا تجعل مع الله إلها ولا تجعل مع القى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة الأخوات وأود أن أذكر في بداية الحديث بمسألة حرق القرآن الكريم في بعض البلدان الأوروبية وللأسف الشديد في هذه المرة في مؤسسات حكومية بمرأة وبمسمع من المسؤولين في السويد ويتكرر في بلدان أخرى وهذا إن على شيء فانما يدل على امرين اثنين في الابرز والا امور كثيره الامر الاول يدل على استهتار هؤلاء واستخفافهم بمقدسات المسلمين الامر الثاني يدل على ضعف المسلمين وتشتتهم وتناحرهم وضياعهم بين تلك البلدان مع انهم يملكون كل شيء بيدهم بيدهم النفط بيدهم الخيرات بيدهم الثروات وبإمكانهم أن يجوعوا العالم إذا قالوا إما أن تحترموا مقدساتنا وإما أن نتحد دولة واحدة ونسير أمورنا فيما بيننا و لا تحصلون على شيء من ثرواتنا. لكن للاسف الشديد اسرائيل العدو الاول للمسلمين وللعرب يباع لها آه الغاز بابخس الاثمان. امريكا والدول الاوروبيه تسرح وتمرح في البلدان العربيه والاسلاميه والاسلاميه، وللاسف الشديد يعني النداء قد لا ينفع والكلام قد لا ينفع لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه واله من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم ايضا ولم يقل تعالى ولا تاكلوا مال اليتيم او لا تتصرفوا بل استعمل القرب ونهى عنه مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم يعني كأن مال اليتيم اجعلوه في نفوسكم شيئا مخيفا الوصول اليه يحرق الوصول اليه مؤذي لا تقربوه إلا بحالة واحدة إلا بالتي هي أحسن فلا تتصرفوا فيه ببيع يخسر او يقلل من من مبلغه او مقداره ولا تنفق منه ما يضر باليتيم ولا تتصرفوا اي تصرف الا يعني بمال اليتيم الا بشيء واحد وهو الشيء الذي ينمي هذا المال ويجعله مثمرا يعني انت وصي على مال اليتيم فعليك أن تضع مال اليتيم موضعا مقدسا الاقتراب منه أو التصرف فيه يورد إلى نار جهنم أو يورد نار جهنم فقط تفكر في حالة واحدة أن تقول كيف أنمي هذا المال؟ كيف أجعله يدر أرباحا على صاحبه على اليتيم فإما أن أشغله في مصنع أو معمل مضمون ورأس المال محفوظ والأرباح يأكل منها اليتيم وأيضا يدخر الباقي له أو أن أجعله في مزرعة وثمرها أو حصادها مضمون ونتاجها مضمون وإما أن تشتري به تجارة مضمونة غير كاسدة في السوق بل رابحة ويحفظ معها رأس المال والأرباح موجودة فيأكل منها اليتيم، وهذا كقوله تعالى: وارزقوهم فيها في سورة النساء، ما قال تعالى: وارزقوهم منها، لو قال تعالى: وارزقوهم منها يعني من رأس المال، وبالتالي سوف ينفد يوم يومين سنة سنتين ينتهي هذا المال، لكن ارزقوهم فيها يعني فيما يأتي منها من أرباحها، فقوموا بتنميتها، باستثمارها استثمارا صحيحا، وارزقوهم في أرباحها، حتى يبقى رأس المال محفوظا لليتيم، وكذلك ما يضاف إليه من الأرباح، وهو يعيش عيشة طيبة كريمة محترمة بأرباح ماله، وما أروع قوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. تبادرون كبرهم تقول المال مقداره مليون مثلا فاذا انفقت منه من ارباحه او شيئا قليلا من من راس المال سوف يكبر اليتيم ويبلغ اشده والمال لا يزال فيه شيء كثير فيطالبني بالمال لا انا ابادر الكبر احسب الاموال اضاعف النفقه اضاعف الصرف حتى استفيد منها وبالتالي تنتهي الاموال وتستنفد قبل ان يكبر هذا اليتيم، ولا تاكلها اسرافا مسرفين وبدارا ان يكبروا مبادرين كبرهم، تتسابقون مع عمر اليتيم، تستعجلون انفاقها قبل ان يكبر اليتيم. وهذا التاكيد من القران الكريم والشريعه الاسلاميه على اليتيم لأن الله سبحانه وتعالى حينما قضى بأن يذهب أبوه شهيدا في سبيل الله أو أن يقتل ظلما أو أن يموت أو أن يكون ما يكون هذا لا يعني أنه يترك هكذا يرمى في العراء لا لا بد أن يكون محترما أكثر من غيره في هذا المجتمع بحيث يعوض عن, عن, يعني عن فقده لأبيه أو عن فقده أباه لكن للأسف الشديد الآن المجتمع عموما كل يريد أن يملأ جيبه ويعطي لليتيم ما زاد عن حاجاته لا فذلك يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم ليس فقط ولا تتصرفوا لا لا تقربوا الاقتراب من مال اليتيم مخيف ومعرض الانسان الى العذاب الاليم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده الى ان يصبح بالغا رشيدا عاقلا يحسن التصرف بماله ويختبر قد يكون سفيها والعياذ بالله وينفق أمواله في يوم واحد أو بين يوم وليلة لابد أن يختبر ويمتحن كما قال تعالى في سورة النساء آه فإن آنستم منهم رشدا يعنيك أن تأخذه معك إلى السوق وتقول له هذه مئة ألف هذه كذا اشتري بها حاجات مهمة بالنسبة لك وأنت تراقبه كيف يعامل الباعه؟ كيف كيف يعرف يعني يحسن الاختيار يعرف الجيد من الرديء يسال اكثر من بائع حتى يطمئن ان السعر واحد بين اصحاب المحال التجاريه مثلا فاذا وجدته رشيدا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم قولوا لهم هذه اموالكم كانت امانه عندنا ونحن اوصياء عليها هذه أموالكم برئت ذمتنا أمام الله وأشهد عليهم، انظر إلى الدقة في الإسلام، الإسلام لا يريد أن تشيع السمعة السيئة لا على اليتيم ولا على الوصي ولا على كل أحد من أفراد المجتمع، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني ربما هذا اليتيم يغريه الشيطان فينكر يقول ما أعطاني مالي أو له أصدقاء له أصحاب يقولون له أخذ من مالك أعطاك قليلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم لابد أن مع أنه كفى بالله الله سبحانه وتعالى هو الشهيد وهو الحسيب لكن آه الناس كيف يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قضى أن الحق مع فلان أو مع فلان الشهود هم الذين يخبرونكم بهذا يقولون نحن نشهد أن هذا الوصي قد دفع المال كاملا إلى هذا اليتيم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أنت تعهدت بكفاره اليتيم او بايصال هذه الامانه الى اهلها او تعهدت بان تحكم بين الناس بالعدل او تعهدت باي امر، نعم الموضع الان موضع الحديث عن اليتيم لكنها عامه واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا اي كان مسؤولا عنه صاحبه يسال عنه يوم القيامه. وفي الروايه عن اهل البيت صلوات الله عليه وسلامه عليهم انهم قالوا لا تنظروا الى كثره صلاه العبد والى كثره صيامه فانه قد يكون شيئا اعتاده ويستوحش لفقده اعتاد ان يصلي ويستوحش ان يترك الصلاه اعتاد ان يصوم ويستوحش ان يترك الصيام ولكن انظروا الى امانته وصدق حديثه إذا كان أمينا يؤدي الأمانة إلى أهلها، أمينا في قوله، أمينا في حقوق الناس، أمينا في سمعة الناس، ولكن انظروا إلى أمانته وصدق حديثه، هذا هو المقياس، هذا هو المعيار، هذا هو الملاك، لا كثرة الصلاة وكثرة الصيام، هذه ليست كافيا، هذه بين العبد وربه. إن قبلها ربه تبارك وتعالى يثيبه وإن لم يقبلها يحاسبه، ولكن الدين المعامله كما قال رسول الله صلى الله عليه واله انما الدين المعامله انما الدين النصيحه هذا هو المهم اما انت تصلي كثيرا او قليلا هذا لك "وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم" أيضا هذه موعظة أخرى وحكمة أخرى. "وأوفوا الكيل إذا كلتم" البائع لابد أن يعطي المكيال كامل للمشتري، لابد أن يعطيه ما يقابل الثمن الذي ياخذه بالتمم او في وفاء يعني لو نقص حبه وهو يعلم ان في الميزان اشاره الى النقص يحاسب عليها ولا تبخسوا الناس اشياءهم كما قال تعالى على لسان نبيه صلوات الله عليه شعيب ولا تبخسوا الناس اشياءهم لكن وماذا يفعل اولا يعرض البضاعه الجيده يجعلها في الامام والبضاعة الرديئة من جهته لا يراها المشتري، فيوهم انه يأخذ من البضاعة أو يأخذ شيئا قليلا من البضاعة الجيدة، ويملأ الإناء بالبضاعة الرديئة، هذا من ناحية نوع البضاعة. ثانيا إذا أراد أن يضعها في الميزان، لو سلمنا أن الميزان كان سليما، ليست الجهة التي توضع فيها الأشياء اثقل من الاولى، قد تكون هذه اثقل كان يضع يلصق فيها مغناطيس او شيئا اخر بالرصاص من الاسفل، فاساسا هي نازله قبل ان يضع فيها، فهذا ظلم وهذا يكاد يبلغ درجه القتل ويكاد يبلغ درجه الفساد في الارض، بل هو الفساد بعينه. أو ماذا يفعل؟ يضع البضاعة في الإناء يعني في مثلا في الكيس أو في شيء معين ثم يرميها رميا فطبعا بقوة الضغط تنزل كفة الميزان قبل أن ترتفع يأخذ هذا هذا الشيء الذي وزنه ويعطيه وذاك الرجل هم أو, أو الإمرأة المشتري إما أنه طيب لا يلتفت أو أنه يقول ماذا أفعل له؟ دعه هو وربه، هذا كله من الظلم، وهذا يورث الفقر للبائع، ويورث الدمار في المجتمع، ويمنع البركات، ويمنع قطر السماء، ويجعل المجتمع على الرغم من كثرة ما عنده من الخيرات، يشعر بالشح والفقر وعدم الاستقرار كما يحصل عندنا في بلادنا. نملك كل شيء ولا نستفيد منه اي شيء كثير من الناس هذه حالهم اوفوا واوفوا الكيل اذا كلتم اجعل الميزان وافيا حتى الحبه لابد ان تحسب حسابها والذي يحتاط يعطي اكثر من مما اخذ من النقود مثلا قال زن لي أقة أو كيلو أو كذا أو رطل من الموازين يعطي زيادة احتياطا دائما الاحتياط مطلوب يعني أنت اخسر شيئا قليلا تثاب عليه ولا ولا تربح شيئا قليلا تحاسب عليه وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، القسطاس المستقيم هذه آه هذه قراءة عاصم برواية حفص آه وقرأ الباقون القسطاس بالضم وزنوا بالقسطاس بضم القاف وذكروا في معنى القسطاس أكثر من معنى طبعا قراءة شعبة عن عاصم بالصاد القسطاس اللي لقرب الصاد من الطاء فأبدلت السين صادا بالقسطاس، لكن القراءة العالية في اللغة الراقية العالية السين وزنوا بالقسطاس المستقيم، وهما لغتان مثل السراط والصراط، فقال بعضهم هو الميزان صغر أو كبر. هو القسطاس ووصفه بالمستقيم الذي يعطي الحق كاملا يعني يكون الموزون بمقدار آلة الوزن كيلو كيلو أقة أقة طنا طنا هكذا لا بد أن يكون موازي مساويا له قال بعضهم هو القبان الذي يكون أدق من الميزان القبان كالذي يستعمله صاغة الذهب القبان وقال بعضهم هي كلمه روميه وتعني العدل القسطاس بالروميه يعني العدل ثم زاد القرآن الكريم وصفا عليه فقال المستقيم يعني بميزان العدل المستقيم فالعدل يكون ليس فقط في الميزان بصاحب الميزان ويكون باستقامه كامله وفي الروايه عن الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه انه الميزان الذي له لسان اما ان يكون لسانا ناطقا كان يقول لك افرض ان بعض المشترين ما يقرا ويكتب لكن يسمع فاذا وضعت هناك بعض المكاييل ناطقة يقول لك كيلو مثلا كيلوان او كذا ناطق او ميزان الذي يشير الى لان هذا ادق ولعله هذا المقصود لانه الف في ذلك الوقت لسان الميزان و يعني ردا على ميزان الاعتدال كتاب ميزان الاعتدال للذهبي الف لسان الميزان على كل كل هذه الاراء تشير الى الدقه في الميزان لكي تبرأ ذمه البائع نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود تابعونا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. لا بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا، لا بباب علي أيها الذهب، وقل لمن كان قد أقصاك عن يدي عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب وقل لمن كان قد أقصاك عن يدي عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب لعل بادرة تبدو حيدرة ان ترتضيك لها الابواب والعتب ما قيمة الذهب الوهاج عند يدي على السواء لديها التبر والدرو لعل بباب علي قم وانظر العدل قد شيدت عمارته والجور عندك خزي بيته خرب قم وانظر الكعبه العظمى تطوف بها حشد الالوف وتجثو عندها الركب قيمة الذهب الوهاج عند يدي على السوائل لديها التبر والترو لعل بباب علي الكرام من جديد تظهر لكم الان الارقام على الشاشه وبامكانكم ان تتواصلوا معنا. <applause> اذا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا. خير بالاصل افعل تفضيل اخير يعني كما يقول بعض العامه اليوم هذا اخير من هذا. إلى اليوم الناس يقولون هذا أخير من هذا يعني أخير من هذا وبنو ربيعة إلى يعني لغتهم استمرت يقولون هذا أشر من هذا وسائر العرب يقولون هذا شر من هذا حذفوا همزة أفعل التف يقولون أكبر وأصغر وأطول وأعظم وأكرم فإذا وصلوا إلى أخير وأشر حذفوا الهمزة لكثرة الاستعمال ونونوه لأنه بعد ما بقي على صيغة أفعل صار مصروفا. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، من معنا؟ والله ملا عزيز من سليمانيا. حياكم الله، تقبل الله أعمالكم، تفضلوا. آه بلا مع آية 242. نعم. من سورة البقرة. طيب. يا قوم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم. نعم تفصيل تفصيل هذا واحد يعني ألوفا حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أليس كذلك؟ نعم 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 بلي بلي هاي, هاي واحد نعم. وعندي وعندي واحد ده... ما هذا من سورة شو اسمه توبة نعم آية آية 100 نعم اقرا لي منها الشيء اقرا لي منها الشيء من سورة من سورة البقرة من سورة التوبة توبة نعم اقرأ لي منها مقطع شيء حتى أتذكرها من سورة التوبة آية 100 طيب حافظ من عدة ما ما أمامك القرآن آية آية 100 من سورة التوبة طيب ومن حولكم من الأعراب نعم ومن حولكم من الأعراب الأجباشان والخلفاء هنا إن موجودين أو ما موجودين ومن حولكم من الاعراب منافقون صحيح؟ اي نعم طيب خلفاء خلفاء الموجودين كانوا ما موجودين لا يعني كانوا موجودين في في ضمن المدينه ضمن المسلمين أي. نعم بلي اي نعم هاي نعم. نعم. حياكم الله حياكم الله شكرا بارك الله شكرا جزيلا استاذ شكرا جزيلا حياكم الله حاج الله يحفظكم من 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 السليمانيه هذا ولو زحمه عليكم شكرا لكم الله يحفظكم حياكم الله يا جزاكم الله خير الجزاء شكرا شكرا بارك الله فيكم <applause> ان شاء الله ياتيك الجواب ذلك خير واحسن تاويلا هذا <applause> الذي ورد من المواعظ ومن الاوامر والنواهي والنصائح والحكم هو افضل خير يعني أخير وأحسن مما آه يفتريه المفترون ومما آه يدعيه المدعون ومما يف يفعلون من المنكرات وينسبونها إلى الدين ويقولون إنما البيع مثل الربا ويقولون ويقولون كل هذا الذي ورد بشتى موضوعاته بمختلف موضوعاته هو الحق، هو الخير، هو أحسن وأكثر بركة وهو الصواب، وهو الذي يجب أن يتعلمه المؤمن ويتعلم تأويله ويتدبر فيه ويتدبر في معانيه ويعمل به، هذا هو الخلاصة، ولا تقف ما ليس لك به علم، تقف بحذف الواو. أصله قفا يقفو معتل الآخر بالألف التي أصلها واو مثل دعا يدعو وصبا يصبو وكثير من هذا الباب قفا يقفو يعني اتبع واقتفى أثره اتبع أثره بعض الناس يقتفي أو يقفو أثر ما لا يعلم ويحاول أن يخوض فيه أو أن يوصله إلى الناس مع ن... مرتضى من كربلاء تفضل أبو مرتضى تفضلوا أبو السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا أبو مرتضى سورة البقرة نعم 169 كان الناس أمة واحدة نعم فبعث الله النبيين مبشرين. نعم. احنا نعرف احنا بعثه الانبياء من زمن ادم سلام الله عليه. نعم. اه كان الناس متى كان الناس امه واحده حتى صارت البعثه؟ وصل محتل. السؤال، وصل السؤال. السؤال الثاني في سوره طه. نعم. اه فاذهب فان لك في الحياه أن, تق ان تقول لا مثال. نعم. هاي الميم مكسوره هنا، هي لها علاقه بالمس نعم. اذا تروح الى سوره البقره على الصورة الواقعة نعم آه لا يمسه إلا المطهرون طيب هنا الميم لها علاقة بالمس لكنها مفتوحة ما الفرق بين هاي المكسورة هاي المفتوحة إن شاء الله حياكم الله الله شكرا حياكم. لكم شكرا, شكرا, شكرا لكم حياكم الله إن شاء الله بعد قليل ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تسلك ما لا تعلم، لأنك ستدعي أنك حامل لهذا، وبالتالي تنقله للناس، ويشيع بين الناس، وأنت لا علم لك به، وبالتالي قد يأخذه عنك من يثق بك، ويعمل به، وربما يؤدي به إلى الحرام أو إلى ما لا تحمد عقباء أو إلى الكوارث وأنت تظن أنه أمر هين خلص سمعت شيئا وتقوله لا لابد من التثبت لابد من الروية لا تتفوه بشيء لا تعلمه دعه لغيرك والسعيد من اكتفى بغيره تكلم باختصاصك تكلم فيما تعلم ولا تتكلم فيما لا تعلم أنت لا تحسن الطب لا تقل خذوا هذا الدواء ولا تتأخذوا هذا الدواء وافعلوا كذا لا تحسن الهندسة لا تقول ابن هذا كذا والجسر ضعه كذا دعه لاختصاصه لا تحسن اللغة لا تقول أنا هكذا أختار اللغة وأقول هكذا كل ما ليس لك به علم لا تقف أثاره لا تقتفي أثاره دعه لغيرك لمن عنده به علم، وإن شئت واستطعت أن تتعلم فتعلم، هذا هو الأصل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني تصور أنت ال ال البصر يراقبك والسمع يراقبك يسجل عليك وقلبك وكل هؤلاء جعلهم الله تعالى شهودا يسألون عنك ماذا اقتفيت وماذا قفوت وماذا فعلت وماذا قلت ولذلك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إذا الشيء الذي باختصار الشيء الذي لا علم لك به لا ينبغي لك ان تخوض فيه او ان تسلكه سلوك العالم لا تعلم ولا تمشي في الارض مراحه بعض الانسان ياخذه الزهو وياخذه البطر وتأخذه الكبرياء أنه صار غنيا أو صار مسؤولا أو صار ما صار فيسير في الأرض بزهو وبتعالٍ على الناس وبتبختر، والأصل في الإنسان أن يسير باحترام على هذه الأرض التي مهدها الله تعالى له وسهلها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا كالناقة المذللة للركوب أو الفرس هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور لماذا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً مهما صارت عندك من قوة أو صرت تتبختر أو صرت تتعالى سوف لن تحقق واحد من هاتين المسألتين أو واحدا من هذين الأمرين الأول ما تستطيع أن تقطع من الأرض طولا أو عرضا أو إلى الأسفل لا تستطيع أن تخرق الأرض تمشي نصف كيلو متر كيلو تتعب وتخمد ويذهب منك تذهب هذه القوة وهذا وهذه الخيلاء وهذا وهذه الكبرياء والتعالي على الناس. ولن تبلغ الجبال طولا، سوف لن تصبح بطول الجبال. لا تبقى الجبال هي الشامخة، لماذا؟ لأن الله تعالى أراد لها هذا الشموخ وهذا الارتفاع. أما أنت تتعالى بزيف لا بحقيقة. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا نقف عند هذا الحد ونأتي إلى أسئلة الإخوة وأيضا ننتظر اتصالات الإخوة على الأرقام التي تظهر لهم على الشاشة عندنا حاج عزيز من السليمانية ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هناك جماعة تقريبا بعد موسى صلى الله عليه وسلم عليه أصاب أرضهم الطاعون ابتلاهم الله تعالى بالطاعون طبعا والابتلاء عموما يأتي لردع الناس لعلهم إلى ربهم يرجعون، لعلهم يتركون المحرمات، لعلهم يحسنون فيما بينهم، لعلهم يخافون الله، فالمؤمن يرتدع ويرجع إلى الله وهذا هو المطلوب، وأما المنافق والكافر وضعيف الإيمان وصاحب الدنيا فلا يزيده ذلك إلا نفورا، فهؤلاء قالوا: وإذا ابتلانا الله تعالى بالطاعون نخرج إلى أرض أخرى فيقال وصلوا إلى آه الأرض التي فيها الآن واسط، محافظة واسط في العراق، فأماتهم الله تعالى في هذا المكان، قال لهم أنتم هربتم من الطاعون الذي فيه الموت يعني، الآن أميتكم، أين أين تذهبون؟ أينما تذهبون؟ فأنتم بيد الله تعالى وبقبضته تبارك وتعالى، وقد أحاط بكم. علما وقوة وقدرة فلما جاء عزير صلوات الله وسلامه عليه فمر عليهم وقد انقلبوا رأسا على عقب قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قيل بعد ذلك أحياهم قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فأحياهم أمام عزير عليه السلام هذا وجه من وجوه التفسير ومن حولكم من الأعراب، كلمة أعراب الذي يكون خارج المدينة يا حاج عزيز، الأعرابي الذي يسكن خارج المدن، والعربي ال الذي يتكلم العربية سواء عاش في المدينة أو في أي مكان، فالأعراب حول المدينة كانوا محيطين بالمدينة هل يوجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من كان له صلة بالمنافقين نعم الله تعالى صرح فقال تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق مردوا على النفاق نعم شكرا لك عندنا الأخ أبو مرتضى من كربلاء المقدسة متى كان الناس أمة واحدة الأصل لما خلق الله تعالى آدم ورزقه أولادا ذكورا ثم خلق لهم أزواجا من طين كما خلق لأبيهم آدم زوجا من طين وهو حواء عليه السلام وتكاثروا وصار ابن العم يأخذ بنت عمه وهكذا فتناسلت البشرية صاروا أمة واحدة أصل الكلام كان الناس أمة واحدة يعني على دين واحد فاختلفوا فبعث الله النبيين والقرآن الكريم كثيرا ما يوجز اخي الكريم ولا يذكر كل شيء ولكن السياق يدل كان الناس امه واحده يعني لا داعي لبعث النبيين فاختلفوا فبعث الله النبيين وهذا كقوله تعالى آه ان الذين كفروا بالذكر في سوره فصلت ولم يقل تعالى نجزيهم نحاسبهم نعذبهم ما ذكر خبر ان ان الذين كفروا بالذكر من بعد ما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تقريبا هذه الفاظ الايه لكن ما قال ماذا نفعل بهم لان سياق الايه يدل على على العذاب او الجزاء او الحساب في سوره يوسف عليه السلام فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب وأوحينا إليه لكن ما ذكر خبر لما لما تقول لما جاء زيد أكرمته لما أصبح الصباح سرنا مثلا لما كان كذا صار كذا لكن فلما ذهبوا به ماذا صار أيضا وهذا كثير وارد في القرآن الكريم الإيجاز وأحيانا يحذف المضاف ويقام مع معنى اتصال نديال الحاج حميد تفضلوا نعم حج حميد من ديالة تفضلوا نعم، أنا يعني أستاذ عندنا آية قرآنية نعم آية قر أي قرآنية تقول قالوا يا قوم أننا إن سمعنا كتابا أنزل من بعدي موسى موسى نعم ليش ما قال عيسى عليه السلام؟ طيب حياكم الله هذا كلام الجن نعم. كلام الجن هذا نعم, نعم. كلام الجن نعم طيب. كلام الجن طيب, طيب. وصل السؤال حياكم الله نعم 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 مشكور مشكور بارك الله فيكم حياكم الله إذا هذا هو الأصل فاختلفوا مثل مثل واسأل القرية التي كنا فيها يعني واسأل أهل القرية فليدع ناديه يعني فليدعو فليدعو أهل ناديه يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه فالأصل كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سؤالك الآخر متى يذكر المساس بكسر الميم ومتى مسه كأن سؤالك عن المس أو مسه الشيطان هذه يا حاج مرتضى عفوا يا أبو مرتضى إن شاء الله تكونوا حاجاً أبو مرتضى من كربلاء المقدسة، المصادر لها أوزان، والأسماء أسماء المصادر أيضا لها أوزان، والأفعال لها صيغ، وال نعم، والأفعال لها صيغ، فلا مساس لا مساس هذا مصدر على زينة فعال لا مساس مثل محال والله شديد المحال يكون بكسر الميم إذا جئت إلى المصدر الذي هو المصدر الآخر على زنة الفعل فيقول من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس هذا مصدر المس مصدر مثل العد والشد والكد وهكذا فهذا أما الفعل فالفعل لا بد أن يكون مفتوح الميم تقول مسه يمسه ولا, ولا يوجد فعل في اللغه العربيه مكسور الحرف الاول. اذا ان شاء الله وصل السؤال. السؤال الاخير الحج حميد من دياله رساله عيسى عليه السلام اخي الكريم كانت للانس فقط بخلاف رساله موسى عليه السلام ورساله نبينا صلى الله عليه واله. فإنهما شاملتان للإنس والجن، فآخر نبي وصلتهم رسالته قبل نبينا صلى الله عليه واله رسالة موسى، أما عيسى فكان للناس فقط لبني كان رسولا لبني إسرائيل ولم يكن رسولا للجن عيسى عليه السلام، فلما سمعوا بالقرآن قالوا سمعنا بنبي جديد ووحي جديد من بعد موسى لأنه ما يعرفون عيسى عيسى ليس مكلفا بالجن شكرا لكم نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته